مرحبا متابعي قناة اشرح لي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على الخاصية التي من خلالها يمكن أن تقوم بتفعيل حسابك على سينيسيس آخر تحديث. فهذه الخاصية تدعم فقط بعض الهواتف الحديثة. سنتعرف عليها وكيف تعرف أن هاتفك يدعم هذه الخاصية بطريقة سهلة جدا. فكما تشاهدون معنا هاتفان، أحد الهواتف يحتوي على هذه الخاصية والثاني غير متواجد في هذه الخاصية. فمن أجل التعرف عليه فالطريقة جد بسيطة. سوف تأتي إلى أول هاتف معنا، سنقوم بالشرح لكم من خلاله. سوف تقوم بالتنزيل إلى الأسفل من هنا، بعد سوف تبحث عن NFC. فإن لم تجدها هنا كما تشاهدون فهي غير متواجدة هذه الخاصية في الهاتف هنا. سنقوم بالرجوع مرة أخرى إلى الواجهة الرئيسية من جديد، ثم سنقوم بالدخول إلى الإعدادات أو الضبط، ثم سنقوم بالبحث عنها. سنأتي إلى نقطة الاتصال المحمولة والروابط من هنا. هنا لن نجد أن هنالك NFC هنا كما تشاهدون، فهذا يعني أن هذا الهاتف لا يحتوي على هذه الخاصية. سنتوجه إلى الهاتف الثاني لنتأكد هل هو يحتوي على الخاصية التي من خلالها سنقوم بتفعيل حساب على السينيسيس بآخر تحديث. سنقوم بالتكرار هذه المرة، سنقوم بالتنزيل إلى الأسفل، ثم سنقوم بالبحث عن كلمة مكتوب عليها FNC. سنقوم بالتمرير هنا كما تشاهدون، تظهر لنا هنا كما تشاهدون NFC. فهذه هي الخاصية إذ وجدتها في الهاتف. فاعلم أن هاتفك يدعم خاصية تفعيل حسابك على السينيسيس بآخر تحديث. فإذا لم تظهر لك هنا ستأتي مرة أخرى إلى الإعدادات أو الضبط، تضغط عليها من هنا أو كذلك البارامتر، ثم تأتي إلى كونيكتي أو تسجيل الدخول من هنا. سوف تجدون هنا في هذه الخانات سوف تجدون NFC، فهي غير مفعلة، ستقوم بتفعيلها. فهذه هي الطريقة الوحيدة من أجل التعرف هل هاتفك يدعم خاصية تفعيل حسابك على السينيسيس آخر تحديث. فالطريقة جد بسيطة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة.